قانون الانتخابات اللي صوتنا عليه يعني من ناحية دستورية ماكو رجعة بعد. الملحق اكو مشاكل لحد الان، القراءة مختلفة. الملحق مهما كان اكو اختلاف به، لكن هو بالنتيجة دوائر متعددة، انتهى الموضوع. وانتخاب فردي، واكو دور اكبر للمرأة العراقية، واكو تمثيل اكثر واقعية وحقيقية للشعب العراقي. المشاكل الفنية اللي كانت متعلقة بالأقضية حلت مع وزارة التخطيط، شنو طبيعة الآلية اللي راح تكون؟ نعم، احنا رؤيتنا يعني كتحالف سارون بهذا الموضوع، انه عندنا احنا هيكلية موجودة بالمفوضية الانتخابات، واكو مراكز تسجيل، وهذه مراكز تسجيل تقسم على يعني دوائر انتخابية. واعتقد انه مفوضية الانتخابات من ناحية الفنية أدرى بموضوع الدوائر الانتخابية من وزارة التخطيط.